هذا البرنامج برعاية هنحييكم للمرة الثالثة. أهلا وسهلا بكم كل مشاهدينا الكرام. حديثنا دلوقتي هيكون برضو عن المية، ولكن هيكون عن خطط مستقبلية ل يعني التصدي لمشكلة الجفاف، مش بس في مصر، لا ده في الدول العربية أو الإطار العربي، وكيفية التعاون والتشاطر أيضا كمان ما بين الدول العربية للعبور بهذه الأزمة. الأزمة مش بس في مصر، لا ده الأزمة إقليمية على فكرة مشاهدينا الكرام، وتحديات بتواجهنا كلنا بس بوتيرة مختلفة: الزيادة السكانية، التغير المناخي، الميل الطبيعة الجغرافية اللي عندنا للتصحر أو الجفاف. كل دي الحقيقة تحديات، والتصدي ليها لابد ليها من آليات علشان نقدر ان احنا نعبر هذا الامر. قدامنا الكثير من الحلول، منها ما هو مكلف، منها ما هو يعني كبير شويه محتاج دراسات كبيره، ومنها ما هو اني الان نقدر ان احنا نعمله. كل ده هنفتح كل هذه المواضيع مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد داوود، استاذ المركز، استاذ بالمركز القومي للبحوث لبحوث المياه ومستشار الموارد المائيه لدوله الامارات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا واهلا بمشاهدينا، شرفتنا يا فندم ونورتنا. شكرا جزيلا، كل سنه وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب وبصحه وسلامه. لو كلمنا اخذنا كده زي اطلاله سريعه عن الوضع المائي العربي الان، كيف ممكن توصيفه دلوقتي يا فندم؟ طيب، هو الوضع المائي في الوطن العربي اكيد انه صعب، لانه احنا بنواجه تحديات كثيره جدا، منها التحديات الطبيعيه، لان احنا منطقه جافه بتقع في حزام المناطق الجافه، معدلات الامطار منخفضه جدا، معظم الانهار اللي موجوده في الوطن العربي بتنبع من خارج المنطقه، وبالتالي بتعطي دول المنابع، لانه دول العربيه بتكون عاده دول مصب، وبالتالي بتعطي دول المنابع ميزه جيوستراتيجيه في انها تتحكم في هذه الموارد بشكل كبير جدا، وتقدر تبني عليها منشات وتقلل حصص الدول العربيه او تاثر عليها. الحاجة الثانية انه احنا تعداد السكان بيزيد بشكل كبير جدا، وبالتالي احتياجاتنا للغذاء والمياه بتزيد بشكل كبير جدا بشكل سنوي، والوضع بيتفاقم يوم بعد يوم. كمان انه الموارد المائية احنا عندنا في الدول العربية بشكل عام، في معظم الدول العربية ومعظمها دول زراعية، تقريبا يعني حجم العمالة او اليد العاملة اللي بتشتغل في القطاع الزراعي اللي بيعتمد بدرجة أساسية على المياه يمكن بتوصل ل 30% في بعض الدول زي مصر، زي العراق، زي السودان وغيرها. وبالتالي اي تأثير على موارد المياه بيأثر على مستوى الدخل لهؤلاء المزارعين او اصحاب الزراعات او اصحاب المزارع، او بيأثر على لقمه عيشهم بشكل مباشر، وبالتالي بيأثر على الامن الاجتماعي والامن الاقتصادي لهذه الدول. وبالتالي كمان ايضا ان احنا بنعتمد في كثير من الدول العربيه، منها مصر وكل الدول العربيه بشكل عام، بتعتمد على انها تستورد منتجات غذائيه من خارج المنطقه العربيه، وده بيكلف الدول يعني تكاليف باهظه جدا بتضاف على العبء الاقتصادي اللي موجود على الميزان الاقتصادي والازمه الاقتصاديه اللي بتمر بيها بعض الدول. فدي كلها تحديات مرتبطه بالمياه بشكل اساسي وبشكل مباشر. ناهيكي بقى عن الاداره والتلوث وسوء الاداره والتلوث والقاء المخلفات اللي احنا بنكون احنا بسبب يعني المستخدم بيكون سبب مباشر فيها، انه يؤثر سواء على نوعيه المياه او على كميتها. نعم. طب احنا لو هنبدا دلوقتي الكلام في الحلول دكتور، حضرتك شايف ان نبدا الاول بموضوع الاداره، يعني احنا هل ده الامر الملح دلوقتي، ولا نبدا ان احنا نقاوم كل هذه التحديات، زياده سكانيه، بعد كده تغيرات يعني مختلفه لابد ان احنا نتصدى ليها، كيف ترى يعني ان احنا نتجه في الحل سريعا او مبدئيا ناحيه اي حاجه من الحاجات دي؟ طبعا هو في حلول قصيره المدى وفي حلول طويله المدى. نعم. زي ما حضرتك قلتي في المقدمه، الحلول قصيره المدى بتعتمد بدرجه اساسيه على المستخدم النهائي اللي بيستخدم المياه بشكل نهائي، يعني المزارع في مزرعته لابده انه يرشد استخدام المياه، انه يحاول الهدر كميات الهدر التلوث اللي او القاء المخلفات، سواء المخلفات الادميه او مخلفات صرف صحي او صرف صناعي في مصادر الانهار والحفاظ عليها. لابد انه يكون عنده وعي، نوع من الوعي بامكانيه ادارته لمورد المياه في مزرعته وفي حدود المزرعه او الغيط بتاعه. نعم.
ده اذا بنتكلم على الحلول القصيره، ودي بتحتاج ان احنا نوعيهم ونرشدهم من خلال برامج توعيه، من خلال برامج زي التلفزيون، زي برامج حضراتكم، برامج في الاذاعه، في التلفزيون، في خطب، في الكنائس، في كل الاماكن اللي بتوصل للمستخدم، يوصل له انه هذا المصدر مهم جدا وحيوي، وشكله انه بيبدو لك انه هو بلاش، الماء بتوصلك لغايه مزرعتك ببلاش، لكن هي بتكلف الحكومه على الاقل انها تعمل انفراستراكشر او بنيه اساسيه عشان توصلها لك. فانت وهي بتقل مع الوقت واحتياجاتنا بتزيد، وبالتالي يجب ان احنا نرشدها. اذا بنتكلم على الحلول طويله المدى، فاحنا بنتكلم على مجموعه من المحاور لابد انها تتكامل في اطار واحد عشان نوصل لما يسمى بالاداره المستدامه لموارد المياه. يعني ان انا لهذه الموارد الشحيحه واللي قد تتناقص واللي قد تكون ثابته، مع الوقت اقدر اعظم الفائده الاقتصاديه منها، وانتج بهذه الكميه المحدوده ازود الانتاج، اعظم الانتاج، وبالتالي ازود، احنا بنسميه دايما بالانجلش ايه، more crops for each drop، يعني كل قطره ميه ازود الناتج من المحاصيل والعائد منه. وده بيتم باستخدام التكنولوجيا، باستخدام القوانين، باستخدام مرشدات المياه، باستخدام محاصيل اقل شراهه للمياه واعظم كفاءه او الانتاج، اعظم انتاجا في للكميات. كل هذه يعني بتتضافر في جهود واحده، بالاضافه طبعا لتطوير العامل البشري اللي بيتعامل مع المياه، سواء المهندسين، سواء الاداريين اللي بيتعاملوا مع المياه والمخالفات على الأنهار ومجاري الأنهار، وكله كل هذا بيتصب في طاقة واحدة وبينتج لنا برنامج نعظم منه الفايدة في ما أو نوصل لما يسمى بالإدارة المستدامة لموارد المياه. نعم نعم. طب دكتور محمد، يعني حضرتك ذكرت حاجات كتيرة جدا، لو جينا اتكلمنا عن جزئية منها، هل شايف أن منظومة الري لابد من تعديلها؟ طبعا. مش بس في مصر، يعني كل الدول العربية، هل هي بتسعى يعني أيضا لنفس هذا المنحة؟ يعني حضرتك احنا، انا خلينا نتكلم على نقط يمكن توصل للمشاهد بشكل اسرع. نعم. اولا احنا كل معظم الدول العربيه بتستخدم ما يسمى بالري المفتوح او الري بالغمر. نعم. بمعنى انه عنده قناية في الغيط وبيفتح الغيط على يروي الحوض باستخدام الري بالغمر. الري بالغمر اصبح وسيله قديمه جدا، ده متبع من ايام الفراعنه من 7000 سنه وما زلنا بنستخدمها لغايه النهارده. استخدام طرق الري الحديثه امر ضروري ومهم جدا. هناك يعني جدل الى حد ما حوالين هل هو مجدي في بعض الاراضي الطينيه السمراء وغير مجدي، هل اللي بتتروي كل 15 يوم ولا ممكن نستخدم ده، طب موضوع الصرف وغسيل التربه اذا كانت في بعض التربه الملحيه، لكن كل هذه يعني بدون الدخول في تفاصيل فنيه لها حلول، لكن لابد ان احنا نوصل بطرق ري حديثه اكثر كفاءه واعظم في او اكثر استفاده للنبات، انه النبات يستفيد بكميه المياه اللي بتوصل ليه. احنا بنسميها اللي هي المياه العظمى او القصوى اللي بيستفيد بها المحصول، بحيث ان انا اقلل الهدر اللي بيروح سواء بيتصرف او سواء بيتبخر او غيره. الحاجه الثانيه ان انا اتجه للتكنولوجيا انه تديني محاصيل تنتج اعلى وتستخدم مياه اقل. يعني حاليا في كثير من الدول، وليس سرا انه في بعض الدول بدات تستخدم انه تنتج قمح بينتج 8 اضعاف و9 اضعاف ويمكن يستخدم 1 على 3 من كميه المياه المستخدمه حاليا، مع اللي هو بيسموه مقاوم للجفاف ومقاوم للملوحه، يعني بتروي لغايه 10,000 جزء في المليون بالنسبه للملوحه، في حين ان احنا اللي بنروي في مصر ما بيتحملش اكتر من 1000 او 1500. اذا استخدام طرق حديثه في الزراعه، النهارده في طرق حديثه، يعني انا مش هتني استخدم الزراعه المفتوحه اللي هي حاليا اللي هي بالمحاصيل الموجوده، ممكن استخدم ما تسمى بالزراعات المحميه او اللي هي الصوب الزراعيه. وهناك ما بعد الصوب الزراعيه يسمى بالزراعه بدون تربه. وبدون تربه في بعدها كمان ما يسمى بالزراعه المائيه، يعني انا ازرع في محلول مائي مقفول بيسموه الهيدروبونيك. هذه الزراعات يعني انا متعدد الاستخدامات بقى كمان. طبعا. يعني انا هدي حضرتك مثال استاذه نادي، احنا على سبيل المثال في الهيدروبونيك في الزراعه المفتوحه متر مسطح باستخدام 10 متر مكعب ميه يديني 7 او 8 كيلو طماطم. اذا استخدمت نظام الهيدروبونيك متر مسطح ب 900 لتر ميه، يعني اقل من عشر الكميه اللي انا كنت مستخدمها، يدي 120 كيلو طماطم. هذا فارق كبير جدا. لا مفيش مقارنه تمام خالص. في حاليا بيوت بتستخدم اللي هي زي ما بيسموها الشعير المستنبت او الاعلاف الهيدروبونيك، ان انا اقدر انتج اعلاف في صوبه او في بيت 50 متر في 20 متر 1000 يديني ما يعادل، او 1000 متر مسطح ما يعادل 14 او 15 فدان من الزراعه المفتوحه لانتاج الاعلاف. وبالتالي اقدر ازود الثروه الحيوانيه بتاعتي واقدر انمي واقدر اوفر اراضي لمحاصيل احنا بنسميها المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح وغيره اللي انا بستورده من بره. وبالتالي انا يعني زي ما بقول بنضرب عصفورين بحجر واحد، بستخدم التكنولوجيا فاوفر اراضي، اوفر ميه، اعظم القيمه الاقتصاديه من الميه، وبالتالي ارشد ميتي
وانتج للفلاح او ادخله دخل وعائد اقتصادي كويس جدا، واوفر له اراضي لمحاصيل استراتيجيه. بس دي تكنولوجيا يا فندم، يعني ده دي اليات جديده، يعني دي حاجه داخله جديده على نمط الزراعه. أي؟ مكلفه، محتاجه تكلفه، محتاجه استعدادات، بعضها الى حد ما يحتاج ما يسمى بالكابيتال كوست او التكلفه الراسماليه في البدايه اكثر. لكن خلينا نتكلم على انها على المدى الطويل اقل، لانه الناتج منها اعلى. يعني صحيح انه الناتج متزايد على المدى بقى بعد كده طبعا، فبالتالي احنا بنحط زي حجر اساس بالظبط، وبعد كده بالزبط. الامور بتمشي تلقائيه. يعني فعلا انت محتاجه استثمارات راس ماليه في البدايه ربما تكون عاليه، او ربما الفلاح يحتاج دعم من بنك التنميه، من الحكومه، او يشتغلوا كشراكه شركه مع بعضهم ويعملوا هذا البيت او هذه الصوبه اللي بتنتج اعلاف او غيره. لكنه في النهايه على العمر الزمني الطويل لهذه الصوبه او هذا المنشا اكيد انه العائد فيه 10 اضعاف و15 ضعف من الزراعة العادية. نعم. طب دكتور محمد، يعني زي حضرتك ما قلت كده ان ليس سرا هذا النمط الجديد للزراعة، استخدام هذه الامكانيات المختلفة، اين نحن الان؟ احنا مصر دلوقتي فين من هذا النمط يعني؟ طيب، على مستوى البحثي وعلى المستوى العلمي وفي مراكز البحوث، سواء مركز البحوث الزراعية سواء مركز بحوث المية، موجودة ومعروفة للأساتذة والدكاترة والباحثين فيها. المشكلة هو ازاي ان انا اوصلها للمستخدم للفلاح انه يقتنع بيه. احنا مشكلتنا انه الفلاح المصري تعود على نمط معين من الزراعه، اتعود يزرع في الشتاء القمح والبرسيم، في الصيف مش عارف الذره، وفي دوره زراعيه معروفه متكرره وما بيغيرهاش، لانه التكنولوجي مش قادره توصل له ومش قادره تقنعه انها مفيده بالنسبه له. وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في ندوه من حوالي اسبوعين في نقابه المهندسين، انه ازاي نوصل التكنولوجيا من مراكز البحث، من لانه انا اول ما ذكرت الموضوع كان معانا استاذ من المركز بحوث زراعي، وقال ان التكنولوجيا معروفه بس احنا مش قادرين نوصلها للمستخدم النهائي. هذه مشكلتنا، انه الفلاح يقتنع بالتكنولوجيا، واكيد لو اقتنع وشاف ديمو او شاف نموذج قدامه وبينتج بشكل جيد ومستثمر متبنيه، الفلاح هيبدا تتنقل له التكنولوجيا مع الوقت. وبالتالي ده دور الارشاد الزراعي مثلا على سبيل المثال، دور الناس اللي بتتعامل مع المزارع زي المهندسين الري، زي المهندسين الزراعيين اللي في ادارات الزراعيه في المراكز والقرى والمحافظات الجامعات الزراعيه، انه يحاولوا ينقلوا له هذه التكنولوجيا. وبالتالي انا رايي في رايي الشخصي ان وزاره الزراعه ووزاره الموارد المائيه لابد ان يتكاتفوا انه يدربوا مهندسينهم على هذه الافكار وعلى هذه النوعيات من التكنولوجيا، ويبقوا الناس مستوعبينها، وهم المهندسين اللي موجودين في المراكز والجامعات الزراعيه في القرى ينقلوها للفلاح. يبداوا يدخلوها له، يبدا الحكومه في بعض المشاريع تعمل مشاريع مثلا نموذجيه، وتبدا تخلي الفلاحين يزوروها في الاماكن اللي موجوده فيها، وبالتالي يتعرفوا على نوع التكنولوجيا، ازاي بيديرها، ازاي بيتعرف على ايه العناصر اللي موجوده فيها. يعني احنا لغايه الان معظم هذه العناصر حتى بنستوردها من الخارج. لو بدانا ندخلها ممكن المصانع المحليه او الورش المحليه تبدا تصنع هذه التكنولوجيا، هي مش صعبه. يعني كلها انابيب بلاستيك، رافع، محطات بمبات، هيكل حديدي، شيتات بلاستيك، لكن ممكن السوق المحلي اذا بدات الموضوع يمشي والفلاح يستخدمها هيبقى في نوع من الماركت او السوق، هتبدا الورش المحليه كمان تصنع. وبالتالي ندخل كمان عامل التصنيع وزياده الايد العامله اللي شغاله في هذا المجال. لابد ان ندخل بقى في هذا المجال بقوه، يعني خلاص، يعني ان احنا ده نغير ملامح الزراعه، لازم تتغير ملامحها. احنا لدينا الزراعه التقليديه بالشكل التقليدي بنمط التقليد، الري ايضا كمان لا زال بنمطه التقليدي. صحيح. فلابد ان نغير كل هذا الشكل القديم ونبدا للاتجاه نحو التحديث. ده محتاج قرار او اراده مثلا سياسيه، محتاج ايه يا فندم؟ يعني احنا واقفين عند ايه؟ يعني حضرتك قلت الامر موجود والتكنولوجيا معروفه، لكن مش بتوصل للفلاح، مش راضيه توصل. هي محتاجه لازم انه قوه توصيل. شوفي، احنا اذا بنتكلم على هذا الموضوع زي ما قلت لحضرتك بنشتغل على مجموعه محاور. نعم. اولا انه احنا نطور التكنولوجيا ونعرف للفلاحين بيها. اثنين، انه يبقى في برامج استرشاديه وبرامج من خلال الارشاد الزراعي او من الناس اللي بتتعامل مباشره مع الفلاح انه يعلموه. انا متاكد انه اذا الفلاح المصري اتعلم هذه التكنولوجيا هو اللي هيسعى وراها وهو اللي هيطورها وهو اللي هيصنعها في مزرعته وفي الورشه اللي جاره في القريه بتاعته. دي اسهل له كمان كتير جدا. وهو اذا شاف العائد الاقتصادي منها، يعني النهارده اذا هو بيربي 10 عجول في مزرعته مثلا في 10 فدادين، اذا بنص فدان يقدر يربي 20 و30 وينتج. انا متاكد انه الفلاح نفسه هو اللي هيسعى وراه وهو اللي هيحاول. يعني الفلاح المصري ذكي جدا وفلاح عنده خبره طويله الامد، يعني متراكمه على مدار الاف السنوات. انا متاكد ان الفلاح المصري ذكي جدا وبيقدر يتاقلم ويتكيف مع التكنولوجيا الحديثه، بس احنا نوصلها له،
احنا دورنا احنا كباحثين وكاساتذه وكمتعاملين معاه ان احنا نوصل له التكنولوجيا، نثبت له انها كفؤه، نوفر له النموذج الاول يتعرف عليه، نعلمه ازاي يديرها، ونعرفه ان ادارتها ما هي الصعبه. احنا احيانا انا الواحد يعني فعلا انا دخلت هذه النوعيه من المزارع في هولندا وكوريا، الواحد بينبهر. وانا كنت بسمي يعني حتى لما حطيتها في بعض الاوقات على موقعي على الفيسبوك ما سميتهاش زراعه، سميتها صناعه ورود، صناعه طماطم، صناعه خيار، لان هو بينتج بشكل كثيف جدا. وحضرتك هي صوبه مقفوله وبتلاقي حتى الانتاج بيديروا اثنين. انا كنت بشوف والله عامل وعامله في هولندا راكبين الترولي ده في وسط المزرعه وبيقصوا الخيار وبيعملوا، وبعدين بيروح والترولي بيمشي اوتوماتيك ويروح عند المخزن ويصب، والخيار يتفرز ويتعبى في حسب الوزن وحسب الابعاد والدايمنشنز بتاعته والالوان، وبينتجوا طماطم بالوان اخضر واحمر واصفر ولها تيست معين او درجه مذاق، بيضيفوا لها املاح معينه ويخلي لك الطماطم تطلع بالمذاق اللي انت عايزاه وباللون اللي انت عايزاه وبالحجم اللي انت عايزاه، من الشيري توميتو اللي هي صغيره قد بتاع لغايه الحجم قد كده. وبالتالي في تنوع وفي غزاره في الانتاج وفي عائد اقتصادي يعني مهم جدا. فهو احنا مهمتنا ان احنا نوصل ده للفلاح المصري مع التكنولوجيا. حتى مع هذه النوعيه من التكنولوجيا ممكن نستغنى عن مياه النيل، ممكن استخدم محطه تحليه، استخدم ميه صرف صحي معالج بالريفرس اسموز مثلا، لانه ما بيحتاجش كميه. انا بقول لحضرتك لو صوبه 1000 متر اضربي في 100 متر في 100 كيلو طماطم في السنه، يعني انت 100 طن ب 1000 متر مكعب ميه طول السنه، يعني 3 متر مكعب كل يوم او 4 متر مكعب كل يوم، لان هو دوره ما بيخرجش منها لا بخر ولا بيوصل منها اي تسرب ولا اي شيء، دوره مقفوله، سيركل مقفوله، وبيحط الفرتيجيشن سيستم او نظام التسميد عليها، والانتاج بيبقى غزير جدا. وكمان بيحاول انه ما يضيفش الكيماويات بدرجه عاليه، بيظبطها بحيث انه توصل الى درجه الانتاج العضوي كمان. أيوه. هو زي حاجه زي اورجانيك خلاص، زي الاورجانيك بالظبط. نعم. ساعتك. وحتى مكافحه الحشرات والافات داخل الصوبه بتبقى بالافات الطبيعيه، يعني حط لهم نحل. والله انا وفرت فاتوره اسمده بالظبط، وفاتوره وكيماويات ومبيدات تروح للناس مسرطنه وتاثر على صحتهم العامه، فبينتج منتج نظيف. نعم. زراعي نظيف، بيسموه الكلين اجريكلتشر. نعم. بينتج منتج نظيف باقل تكلفه بكفاءه عاليه جدا للموارد والاراضي. نعم صحيح، محور هايل جدا. نعم. يعني حضرتك بتتكلم عنه ده محور مشجع الحقيقه وهايل قوي. صحيح. في محور اخر للتصدي لهذه الازمه وهو. نعم. تحليه مياه البحر. صحيح. الامر ده احنا قدامنا، يعني هل ده بقى مهرب ايضا كمان، منفذ لحل الازمه ومكلف ولا لا؟ طيب احنا عندنا مصدرين لابد ان احنا نركز عليهم. نعم. التحليه واحد، والتاني من وجهه نظري الصرف الصحي المعالج. خلينا نقول ليه استاذه نادي، التحليه في الوقت الحالي يمكن قد تبدو للبعض انها مكلفه الى حد ما. نعم. لانه ما زالت التكلفه الراسماليه واستخدام الطاقه فيها مرتفع، لكن مع استخدام التكنولوجيا الحديثه احنا بدانا حاليا نستخدم على او نعمل ابحاث على نيو تكنولوجي او تكنولوجيا حديثه، سواء بيسميها، انا مش عايز ادخل في متاهه فنيه او توه المشاهد مني، لكن في 4 أو 5 انواع من التكنولوجيا الحديثه اللي ظهرت تقلل استخدام الطاقه تقريبا 60%. وبالتالي اذا المتر المكعب في الطرق التحليه بالطرق الحراريه بيتكلف 15 او بيستخدم 15 كيلو واط او 19 كيلو واط للمتر المكعب، احنا ممكن نستخدم بدل الريفرس سموز حتى والاغشيه لغايه 5 و6، بالطرق الحديثه نستخدم 3. فمن 3 ل 15 تقريبا الفرق التلت او اقل من التلت. وبالتالي انا وفرت 60% او 70% من الطاقه المستخدمه في التحليه، والطاقه بتمثل يمكن 30 الى 40% من انتاج من تولفه انتاج التحليه. وبالتالي اقدر استخدمه. انا مش بقول ان احنا هنستخدم التحليه بكره في الري المفتوح، مش ممكن، اقتصاديا مستحيل، لانه انا ما استخدمش متر ثمنه 15 جنيه تقريبا، متر التحليه يتكلف 15 جنيه. لكن مع استخدام التكنولوجيا اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي هيدروبونيك والنظام الهيدرومائي والنظام الصوب الزراعيه، التحليه ممكن تبقى كفؤه واقتصاديه جدا. يعني لازم ده مع ده. ايوه. او ان استخدم التحليه في الريزورتس او المنتجعات السياحيه اللي بتستخدم مياه نيل في ري بعض اللاندسكيبنج او في الشرب او في حمامات سباحه، اللي يقدر عليها المستثمر او الراجل اللي رايح اللي يعمل سياحه. نعم. او راجل رايح في منتجع فيقدر يتحملها. الجزئيه الثانيه ان انا الجا لمياه الصرف الصحي المعالج. نعم. احنا النهارده في مصر بننتج ما يقرب من 6 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحي المعالج، 40% منها بيعالج الى الدرجه الثانويه، والباقي 60% لا يعالج ولا يستخدم، او اذا استخدم بيستخدم بطريقه سيئه تؤثر على صحه الناس. يعني انا اروي مزروعات بمياه صرف صحي يا اما معالجه بطريقه غير كفؤه او بطريقه غير جيده، وبالتالي الكواليتي بتاعتها او النوعيه غير مناسبه لهذه الزراعات وبتنتج زراعات ملوثه. طب ما انا استثمر ان انا اعالجها،
معالجتها اقل من التحليه في الوقت الحالي. يعني اذا قلنا المتر المكعب في التحليه بيتكلف 15 جنيه، متر الصرف الصحي عشان يعالج الى الدرجه الثلاثيه اللي تسمح لي باستخدامه في الزراعه الى اغراض محدده اقدر اوصلها ل 7 جنيه و8 جنيه وبالتالي نص تكلفه التحليه. فانا الجا بدل ما ارمي 7 مليار متر مكعب او 6 مليار متر مكعب يعاد استخدامه بطريقه سيئه وغير امنه، لا انا اعيد استخدامه. وخصوصا اذا عرفنا ان ميه الصرف الصحي هتزيد في حدود العام 2030 ل 11 او 12 مليار. فانا عندي 11 مليار متر مكعب يمكن استخدامهم بكفاءه عاليه جدا وباقتصاديات معقوله. يمكن احنا اهم مشكله بتواجهنا سواء في التحليه او في الصرف الصحي هو اول كلمه اول ما بتقوليها بيقول لك التكلفه الراسماليه العاليه. لكن اذا انا دخلت البرايفت سيكتور او القطاع الخاص واشركته انه يستخدمها ويعيد استخدامها ويستخدم التكنولوجيا الحديثه، انا متاكد انه برضه هيكون يعني واعده بشكل كبير جدا في مصر. طيب دكتور محمد، مع الاسف لان وقتنا خلاص قرب على الانتهاء، لكن لازم في نقطه لازم نتكلم عنها. نعم. التعاون العربي ما بيننا وبين بعض، في حضرتك يعني مستشار لدوله الامارات. نعم. في المجال، في هذا المجال، وهم لديهم امكانيات متعلقه بالتكنولوجيا، اساليب حديثه. صحيح. وحضرتك ايضا كمان شفت في دول اوروبيه. نعم. ما انش الاوان ان يبقى في تعاون، لدينا آليات نقدر ان احنا نفيدهم وهم يفيدونا، الناقص يكتمل من. صحيح. هنا وهناك هيحصل. والله التعاون كان بدأ او احنا بدأنا من حوالي 3-4 سنين ببدايات التعاون ما بين الدول العربية. بدأ بانشاء ما يسمى بالمجلس العربي للمياه. نعم. في المجلس الوزاري للمياه اللي تبع جامعة الدول العربية، وفي آليات، وكان في الأكاديمية العربية للمياه كنا بدأناها للتعليم، وكان في فكرة ان احنا ننشئ ما يسمى بالووتر هاب. الووتر هاب ده عبارة عن، انا مش عارف اقوله ازاي، لكن هو عبارة عن مركز كبير جدا بيكون فيه استقطاب التكنولوجيات الحديثة، استقطاب المستثمرين، توعية للجمهور، في معامل، في معامل تعليم، متاحف لتعليم الاطفال، المياه والتعاون. احنا التعاون المفروض يتم على او في على مرحلتين او في محورين. خلينا نقول المحور الاول هو التبادل العلمي. انا عندي علماء في مصر وخبراء ممكن يفيدوا بعض الدول العربيه، فيروحوا يشتغلوا عندهم يتعلموا ويعلموا وينقلوا لهم التكنولوجيا. او في بعض الدول العربيه اللي سبقتنا باستخدام مثلا زي دوله الامارات التحليه بالطاقه الشمسيه، وعندهم يعني تجارب رائده في استخدام التحليه احنا شغالين عليها، ممكن ننقل دي لمصر وبعض الدول الاخرى. الحاجه الثانيه او الجانب الثاني هو الجانب الاستثمار او الاستثماري، انه انا شايف انه بعض الدول العربيه مثلا عندها موارد ارضيه وانا عندي موارد بشريه، ازرعها خارج وغيري عنده موارد راس ماليه. ايوه هنزرع خارج الحدود. ايوه حل ملهاش حل تاني. اذا انا ما قدرتش، يعني هي جزء من منظومه الاداره المتكامله لموارد المياه. اذا في دوله عندها اراضي وعندها اراضي خصبه وانا اقدر ازرع فيها. أيوة. واستثمر فيها، ليه لا؟ ليه لا؟ محتاجه برضو مجموعه من الاتفاقيات طبعا، اطر من التعاون والاتفاق الثنائي ما بين مصر واي دوله اخرى مستعده. لابد لابد، يعني هذه، لانه هذه استثمارات. نعم. ولابد من حمايتها. نعم. ولابد من يكون لها عائد. والفائز الطرفين، ما فيش حد هيكسب الجميع. وحد هيخسر، لما كل الاطراف. نعم. أكيد. يا فندم بشكرك شكرا جزيلا، ولابد يكون لنا لقاء آخر مع حضرتك إن شاء الله. دكتور محمد داوود، أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه ومستشار الموارد المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا يا فندم لحضرتك. أهلا وسهلا. ومشاهدينا الكرام أيضا بشكركم شكرا جزيلا. حلقة جديدة إن شاء الله هتكون معكم بكرة بمشيئة الله، وتصبحوا على خير. هذا البرنامج برعايه